هقول ايه اكتر من كده؟ ده يوم من ايام وادي النيل في كان سيوه. الموضوع صعب يا جماعه، صعب مما يعني تتخيلوه، صعب اوي ان انا اطلع الناس دلوقتي. ده شو كان بيزعق، وده حد بيحاول يطلع، وده واحد بينزل. يا جماعة عايزين حركة غشامة. كلم طوبيا سيد نف. وده رفيق رضا. ده شخصية مش عارف هي بتحاول تعمل ايه، بصور فيديو. دي تقريبا كوكلا وإيريك وساندي. يلا من هنا بقى. طيب الطبيعة جميلة جدا والموضوع ما يتوصفش. يلا واحد اتنين، ايوه بصور اهو. يلا إيريك كان بيجمع الرملة وهو نازل، واللي معانا في وادي النيل وبيتفرجوا على الفيديو ده ومجوش معانا المعسكر نقول لهم هارد لك، يميز ده لطف فن. شكرا، وكنا وكنتم مع وادي النيل في معسكر سيوة.